الشونس كانت في بريمير دوزيام ترم. التاش دي كانت نازلة من الوزارة السنة اللي فاتت، كانت نازلة رسمية، السنة دي منزلش حاجة جديدة. تاش ان ترانسفير دينرجي سليم سيرفيي ابري سون بتي ديجوني ادي اوروار ا سا فامي اي ابري سون فيلو بور ليكول. لورسك il est arrivé à l'école, il a utilisé un instrument de musique pendant le rassemblement de l'école du matin. Puis il monta les escaliers jusqu'à salle de classe. Il a allumé la lampe électrique et le ventilateur de la salle de classe. سليم راح المدرسة، أخذ الفطار، ركب العجلة، يعني في كذا حاجة عملها فيها انتقال للطاقة من وإلى، واستخدم لمبة ومروحة وحاجات كتير. فإحنا من خلال التابلو اللي قدامنا هنبتدي نذكر لي فورم دو ترانسفير دينرجي، يعني انرجي كونسوميل، الطاقة المستهلكة والطاقة الناتجة لانرجي برودويت، وهنعمل كومبليت للتابلو. فعندي أول حاجة فيلو العجلة، ودي كانت فيها إنرجي شيميك راحت بقت سينيتيك. انسترومون دو ميوزيك اللي هي أداة الموسيقى من سينيتيك متحركة أو شيميك كيميائية لسونار صوتي. لامب إلكتريك، اللمبة كانت إلكتريك وبقت لومينوز وترميك. فنتيلاتور المروحة إلكتريك وتغيرت لي سينيتيك. Choisissez un autre modèle que nous utilisons dans notre activité quotidienne et déterminez le transfert d'énergie en elle. اختاروا أي مثال بتستخدموه في حياتكم لأي جهاز ووضحوا انتقال الطاقة فيه. فهنتكلم مثلا على التلي، لا تلي التلفزيون، الانرجي كونسومي الكتريك، والانرجي برودويت سونار أو لومينوس. Tâche 2, chemin de l'énergie. Suivez le chemin de l'énergie à l'aide des graphiques en portant de la source d'énergie jusqu'à l'énergie برودويت انرجي جوسكو سابراي سويفون. بديني 4 أجهزة ومطلوب مني إن أقول الطاقة اتحركت إزاي لإيه 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 لإيه. فأول حاجة بتيت واتور فونكسيون سور بيل، يعني شغالة بالحجارة. شيميك، ودي جاية من الباتوري، كيميائية جاية من البطارية، وبعدين إلكتريك وأبري سينيتيك. فلام دو جاز، إنرجي سولير وتغيرت لإنرجي شيميك دو جاز، وبعدين إنرجي ترميك حرارية اللي هي كالوريفيك. لو روبو اتيليزي على سورفاس دو لا لون، الروبوت بنستخدم انرجي سولير وبعدين انرجي الكتريك ابري انرجي سينيتيك. ماشين الافي الكتريك، غسالة، سولي، انرجي شيميك شاربان او بترول، انرجي الكتريك كهرباء، انرجي سينيتيك ترميك اي سونار. التلاتة سينيتيك ترميك اي سونار. تاش 3، Complétez le tableau suivant, puis complétez les phrases suivantes type de carburant. احنا عندنا 2 types, renouvelable و non renouvelable. في عندي renouvelable المتجدد زي الصولي أو vent، و non renouvelable الغير متجدد gaz naturel, charbon, pétrole. من خلال التابلو هنبتدي نقول l'origine de tous les types de carburant، مصدر الكربيرون هو الصولي. الإنرجية أوليان إت يوتيليزي بور جينيري، بنستخدمها لتوليد الكهرباء للإلكتريسيتي. لو شاربون فيان، الشاربون بنستخرجه من باطن الأرض أو تحت الأرض سو لا تير. فورماسيون دو كومبوستيبل فوزيل، شوازيسي لي بون فراز دو تابلو إي بلاسي لي أو بون أندروا إتاب دو لا فورماسيون دو شاربون. هو مديني إتاب، يعني خطوات تكون الفحم وخطوات تكون الزيت. من خلال الجمل اللي هو مديهاني هبتدي ان انا احطها بالترتيب ازاي بتتكون. Premièrement, charbon. Il est formé à partir des restes de bois des forêts de l'Antiquité. هو بيتكون من بقايا الخشب الموجودة في الغابات. Le bois des arbres est enterré sous les couches de terre depuis de nombreuses années وتبتدي تتدفن تحت باطن الأرض لعدد من السنين كتير. Il est recouvert de couches de sédiments et de roches depuis longtemps. ويتغطى بطبقات كتيرة من الصخور، وبعدين في الآخر بفعل الضغط البريسيون إلى شالار والحرارة يتكون. Étape de la formation de l'huile, الزيت. Il est formé à partir de la décomposition des organismes marins morts، بيتكون من بقايا الكائنات البحرية الميتة. La stabilité des organismes marins dans le fond de l'océan pendant des millions، ويبتدوا في المحيطات يدفنوا على مدار ملايين السنين، وبعدين يتغطوا برضو بطبقات من الرش، وفي الآخر بفعل الضغط والحرارة يتولد أو نستخرج الزيت بعد كده. نمرو 5، la production d'énergie
électrique. Les images suivantes expriment les ressources que nous utilisons pour produire de l'électricité, le توليد الكهرباء. احنا عندنا الاول في صور مديهاني وهو مطلوب مني اني اكتب اسم الصورة لترميني سوكي لي زيماج سويفون اكسبريم. فعندي بترول نيميرو 2 نيميرو 1 شاربون نيميرو 3 بانو سولير 4 او دو باراج 5 توربين ايوليان. اي ابري جي ان تابلو كلاسي لي اون ريسورس رينوفابل اي نون رينوفابل. هكتب اسم رقم الصورة واسمها وأعلم جوست أحط جوست إذا كانت سورس رينوفلابل هي مصدر متجدد أو نون رينوفلابل غير متجدد. شاربون نون رينوفلابل بترول نون رينوفلابل بانو سولير رينوفلابل أو دو باراج رينوفلابل توربين إوليان رينوفلابل. جي تيرميني بون شانس إي أورفوار.